الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد: فإن الصراع بين الحق والباطل، بين أهل الإصلاح ودعاة الإفساد والتخريب، بين حماة الأوطان والمؤمنين بها، وبين الخونة والعملاء من بعض أبنائها والمتربصين بها، ليس صراعا وليد اليوم. وإن تجاوز أهل الباطل في حق أهل الحق أمر يكاد يكون ثابتا على مدار التاريخ كله، حتى اشتط أهل الباطل في تجاوزهم، فلم يقف تجاوزهم عند حدود أهل الحق من المؤمنين به، إنما تجاوزوا في حق الصحابة رضوان الله عليهم، وفي حق أتباعهم واتباع التابعين، بل تجاوزوا في حق الأنبياء أنفسهم، بل إن الشطط ذهب بأهل الباطل أن تجاوزوا في حق رب العزة سبحانه وتعالى، ووصفوه بما لا يليق بذاته المقدسة، حيث يقول الحق سبحانه حاكيا لنا ما كان من شأن اليهود وتطاولهم على الله، حيث يقول الحق سبحانه: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ونسبوا لله ما لا يليق به من الولد، كما حكى لنا القرآن الكريم في أواخر سورة مريم عليها السلام، حيث يقول الحق سبحانه مستغربا ومستنكرا تطاولهم على ذاته العليه:
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، شيئا عظيما فظيعا منكرا في حق الله وفي ذات الله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا مال ولا بنون ولا ما حصل من عمالة أو خيانة ولو ملك الدنيا وما فيها. وكما تجاوزوا في حق الله، تجاوز أهل الباطل في حق رسل الله، في حق سيدنا موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الأنبياء. فقالوا في شأن سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام، قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. وكما تجاوزوا في حق سيدنا موسى عليه السلام، تجاوزوا في حق سيدنا عيسى عليه السلام ونسبوا إليه ما لم يقل، كما يقص علينا القرآن في أواخر سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ثم تكلموا في حق القرآن بما لا يليق بنصوصه المقدسة وبكونه كلام الله عز وجل. قالوا: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وقالوا: إنما يعلمه بشر. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ورموه بأنه شاعر وكاهن ومجنون وساحر كذاب. وهنا أخذ ذلك من نفس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الافتراء على البراءة أمر في غاية الصعوبة على النفس النقية. وهنا تأتي المواساة الإلهية من رب العزة لنبينا صلى الله عليه وسلم، حيث يقول له الحق سبحانه: يا محمد، يقول الحق سبحانه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. قد نعلم، أي نعلم يا محمد، إنه ليحزنك الذي يقولون، الذي يرمونك به كذبا وافتراء وبهتانا،
ولكن اطمئن فإنهم لا يكذبونك. ما لقبوك إلا بالصادق الأمين. هم يكذبونك تطاولا وجحودا على آيات الله. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وإن يكذبوك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا شأن المبطلين مع الأنبياء والمرسلين، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. تطاول أهل الباطل على الذات العلية، وتطاولوا على أنبياء الله ورسله، وتطاولوا على القرآن، وتطاولوا على أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق، العفيفة بنت العفيف، بنت الأعفاء، ولم يتطاولوا عليها تطاولا عاديا، بل تطاولوا عليها بأشد ما يصيب الإنسان. تطاولوا عليها في عرضها، في عرض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من يتطاول على عرض بيت رسول الله إنما يتطاول على عرض سيدنا رسول الله. وقالوا في شأنها وشأن صفوان: والله ما سلمت منه ولا سلم منها كذبا وثورا وافتراء، حتى جاءت براءتها من فوق سبع سماوات، إذ يقول الحق سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، للأسف من بني جلدتكم ومن بينكم ومن المحسوبين عليكم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأنه يكشف المرجفين والمنافقين والمأجورين والخونة والعملاء بين صفوف المجتمع. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم ينبه المجتمع إلى الخطأ الذي وقع فيه: إذ تلقونه بألسنتكم، تتناقلون الكلام دون أن تفكروا فيه ودون أن تردوا عن عرض نبيكم وعرض رسولكم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نقل الكذب ونقل الشائعات ونقل الافتراءات ونقل الخوض في الزمم والأعراض بلا دليل ولا بينة: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. رمي البريء ورمي الناس بلا دليل ولا بينة عين البهتان العظيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. أهل الباطل والمنافقون والمأجورون والخونة والعملاء موجودون في كل زمن، ولم تسقط دولة عبر التاريخ إلا بخيانة بعض العملاء والمأجورين من بعض المحسوبين عليها ممن لا يتقون الله لا في دينهم ولا في أوطانهم. وسلاح الشائعات والأكاذيب والأباطيل ليس وليد اليوم، فقد ذكرنا الافتراء على الله وعلى رسل الله وعلى أهل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كانوا في كل موقف صعب أو عصيب يحاول المرجفون والمنافقون والمفسدون والمأجورون والخونة والعملاء إشاعة الشائعات التي تصيب المجتمع بالإحباط. ففي غزوة أحد أشاعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل ليصيب الجيش بالإحباط، لكن وعي الصحابة كان شديدا وقويا، قالوا إن كان رسول الله قد قتل فما قيمة العيش بعد رسول الله، أثبتوا على أماكنكم. وأشاعوا نفس الخبر يوم حنين، ووقف النبي يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وفي حماء الأسد بعد أحد أشاعوا أن قريش قد جمعت قضها وقضيدها وجاءت لتنهي أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه ودولته بالمدينة المنورة، فنزل قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أراد مصرنا بلدنا وطننا بسوء. فكانت النتيجة في حماء الأسد فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. المرجفون موجودون في كل زمان ومكان، يقول الحق سبحانه لنبينا صلى الله عليه وسلم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. لكن للأسف كما حكى القرآن الكريم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، فما بالكم إذا كان البعض لا يتوقف عند حدود السماع لهم
إنما يتجاوز ذلك إلى مساعدتهم بقصد أو بدون قصد عندما يشيع هذه الأكاذيب ويشيع هذه الأباطيل ويبثها عبر مواقع التواصل لإصابة المجتمع بالغيبة والقلق والإحباط والاضطراب. الذي نؤكد عليه وأكدنا وسنظل نؤمن به أن مصر بلد الإسلام وستظل، وبلد الإيمان وستظل، وبلد الأمن والأمان وستظل، كما يقول حافظ: كم بغت دولة علي وجاءت، كم بغت دولة علي وجاءت ثم زالت، وتلك عقبى التعدي ما مانع من راح سليما، ما مانع من راح سليما من قديم عناية الله جندي، ورجالي لو أنصفوهم لسادوا من كهول ملء العيون ومردي. ويقول الآخر: أرض الكنانة ما هانت على أحد، أرض الكنانة ما هانت على أحد، الله يحفظها دوما ويرعاها. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم عن أهلها: إنهم وأزواجهم وأهليهم في رباط إلى يوم القيامة؟ مصر بلد الإيمان وستظل، وسيظل جندها مرابطين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإن قوة مصر وأخذها طريقها نحو التقدم وبناء دولة قوية يزعج الأعداء ويسر الأصدقاء. مصر عبر تاريخها كانت سند دينها وسند أمتها. ونذكر أنموذجا واحدا: في عام الرمادة عندما ضربت المجاعة أهل مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل سيدنا عمر بن الخطاب كتابا إلى سيدنا عمرو بن العاص من 3 كلمات فقط: وغوثاه وغوثاه وغوثاه. فكتب إليه سيدنا عمرو بن العاص: أتاك الغوث يا أمير المؤمنين، لأسيرن إليك قافلة من الأرزاق أولها عندك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخرها عندي هنا في مصر. مصر عبر تاريخها سند أمتها العربية والإسلامية وصمام الأمان لمنطقتها. وكما يقول حافظ أيضا: أنا إن قضى الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، أنا إن قضى الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. حق الدين علينا أن نقف إلى جانب بلدنا لأنها حصن الإسلام، وكما قال الشيخ الشعراوي رحمه الله: هي البلد الذي صدر علم الإسلام حتى إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام، وما زالت وستظل تحمل لواء الإسلام عاليا، وهي حصن العروبة وستظل. لنا وطن بأنفسنا نقيه، لنا وطن بأنفسنا نقيه وبالدنيا العريضة نفتديه، إذا ما سالت الأرواح فيه بذلناها كأن لم نعط شيئا. نقوم على الحماية ما حيينا، نقوم على الحماية ما حيينا، ونعهد بالتمام إلى بنينا: وفيك نموت مصر كما حيينا، ويبقى وجهك المحمي حيا. الوطن
إذا كانوا يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرف حقيقتها إلا المرضى، فإن الوطن تاج على رؤوس الشرفاء العقلاء لا يعرف حقيقته إلا والعياذ بالله من فقده. ففي ظل الأراجيف والافتراءات والشائعات والعملاء المأجورين الذين لا يريدون لبلدنا أمنا ولا أمانا لصالح أجهزة ودول تريد أن تبني مجدا على حساب مصرنا، وتريد أن تنتهي بصعواتنا ومقدراتنا، ويؤلمها أن ترى مصر تشق طريقها نحو قوة قادمة حقيقية ببناء حقيقي. هؤلاء لن يتركوا مصر في حالها لا الآن ولا الغد، إلا عندما بفضل الله نحقق قوتنا ولحمتنا ونحرص على بناء وطننا. ومن فضل الله عز وجل أن جعل النصر والصمود غير مرتبط بكيد الأعداء أو بقلتهم أو بكثرتهم، وإنما جعله مرتبطا بنا نحن. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. عندما نتقي الله ونقف إلى جانب بلدنا صفا واحدا، فمهما تكالب الأعداء فالله حافظها وحافظنا إن شاء الله. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين. اللهم من أرادها بسوء فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل العاقبة عليه لا له. اللهم عاملنا بفضلك وإحسانك وكرمك وجودك، وبما أنت أهل له من الكرم والجود والفضل. اللهم ثبت أقدام جنودنا وحماة أوطاننا وكل من يدافع عن هذا البلد من جيشه وشرطته وقضائه وعلمائه وأبنائه. اللهم من كان مع هذا البلد فكن معه، ومن كان على هذا البلد فكن عليه. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وهيئ لنا ولهم من أمرنا رشدا. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته. واغفر اللهم لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.